كيسة يا خيرات كيسة وطالين مايو أنا جو مايو الله يسوى ما صنت سارة هذا هو ما صنت قول سو ها ما صنت ها الله يسوى ما شاء الله هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامي برنامجك أحمد والله صوت أحمد سوى مع النذرلان ها ما شاء الله أحمد وكسر دو سوى ما ودين تي في هذا هو ما صنت أركت الفكر كذا وهذا ما صنت كسره ما إن شاء الله أرتدي فكر كيغا ودي بنايا وصفت الدودين واندقى سنة ما شاء الله أنا وكا رأي دوانا واقفت سأبتو حسن ما أنت وحو وكل دقاقي وحال قربي مرهر أيال لقربي شغل صوت دا هذا والله هول صوت دا هذا والله وكور حسنة تاس ما يا هول صوت دا هذا معها ويد يورن كمحاكل ميوه حقيقة مركي إن جيبوا كتير سنافيا عن داعدي سومالي ما هو ضاعضا هاي أبان حسن مالنتي ويرى إثيوبيا بدأنا كتولة ديار وحنا وإن على تقالنا إن السفارة وتك تقاعد هاي وتيسنا سوء عشان صح ما سمع إثيوبيا تجي بهدي بالقصص مين لقى سفير كيسي شقالة سفارت وسوق عيسلنا إيو مرح إبرف حلاي رئيس الوزراء يقول جينك إدك شركة الفدية وراي سوق ذا بحلاي هي توبيان كم توجي حلاي فيلو سوماليا مرح تويد توجي أفكو كهات لا يوالو ولا مقلة وانو ودوجا سوماليا دولة ما أكون سنة استعمار كأيات دولة نيمة وما قاعد ما أنت جانس كيلا بعده حسن كمونا دقائق ما كوالين إلها والله إلها لله. ها ما أنت مالستيكرا ما دام أن سومالا تنرون أهم ما تقولان قبيل بأخوكلا فأنا قبيلة يا على الحمى النجودة. لكن حسن فلك أحمد الأوس يا حسن ما هو قيل وهلكر نيك ما أنت توبي أنا قيل وهلكر وقيل لو هلكر حسن قرارات كاسوس شيء بس نبى دوس بيبي كسوهم. وقوة ذا. هي. ما أنت قطلان آيات اللابة دان قاتل شالي اساقي موسى سمين لابة فرصدود او اتوبيا اي سوماليا قلوك عدو قفعة ايونا كاد الملحوينين اونا كبوبين ما انتم حاكي انو اما ما دام امدي سوماليا اي وحي قبيل اعوك لفرقينو او شاكي يتوهم اوجرو دادكي مكالو دادكي آيات ساسو كالفوغاناي هاتي بعد العيد حسن الشيخ موسى بيحي إسماعيل عمر قيلة أبي أحمد جبوتي كود فلسطين محامر كان دتك كلمة ماذا بارك حالي ما سوى حالي قد لها مدح مدح أنا هو مدح وينيه هو أقرد حقيقة قالت كلمات عاي كالفوقين أون ما هي اسكدواشي مكينا أنا ورأيي أن قبول الله عيسى وكلام عن احمد وكلام عن الجوريس برادر بارك الله فيك الله عيسى ما شاء الله كاسنا واحمد وكسوها الله يودك النذرلان هذه هذا ما يصير السلام عليكم الله السلام عليكم مرحبا عليك يا جوسان مرحبا يا محمد سعد كنا الوطن في السودان على الدوله سودو وادر التعاوى وحصدا دولت الله في عام عجيب قاضي دك الصوماليات مره هناك سوين دني وحو قاضي تلاو دك الصوماليات ادو نحن انا وقو انه سنبد هرحت او دلعين ادو يقول لصفت الصوماليات هي مخا اسدي له دولت اني قادل رم وحن لنا ايتوبيا واسك وايرينا مغيس دنينا جيبكم كويسنا دولت يا سودو دوينيس دني أنا وحاجة لا إثيوبيا الدنيا أجرحهم ما هو عدو الصوماليات من اللي صفتوه لكن أديك محيك ولطها عرفتها أغلى هذا ما حصل أجرها دول دين تلاقيك غاض إن قف ساس وكلا إن الله غبص إن الله غبص إن قيامك ناس بيو كلا إن على سود ويسن إن دولته ما حكوا جواز هذا أديك سيكل مقطع أنا جرى لقي قاعد أنك الله تد كمش هذا قال لا يودي السنة عبار كور إن مركا حوجا باس أتاف فيروس فيروس الصومالي متجعنا قبل هذا متجعنا تاعي taas qabeelada dadii laga diinay macna wax soconaayo ma jiraan hadii aad qabeelada liiraado ninka raisul wasaaraha ee meesha joogo ee daarood waayo
ogaadin daarad maana dilay jirteen mariixana deeyay wax laga dhigina ee ogaadin ku dhaganaan 42 saac hawiyad xasan wuxuu ka leeyma jiraan digmadeeda joogan qolkuna diran joogna wax naga laysan ma jiraan nimcan ku jirnaa nabadan haysana alxamdulillaah subax alamin guri islaamad marti ku miin garow ma joogno garan baari ma joogno dhibaato ma qabno soomaalina ma raadinayna marti aan nooleeyahay soomaalinimadu waxa diidan waa ayaki iyagii waxay rabaa inay guriyooda joogan tooda cunaan teenan nala cunaan hadda waa soo jeeda dadka inay kala qaadeen waa la soo wada jeeda siyaasiga iska dhaafa keenay reer baadiya ay miiga joogo wuxuu taagan yahay haye yaa soo socda daarood ma yimid taagan yihiin marka wax soconaya ma jiraan marka soomaalinima dil rabo diyaaranahay haddaan la rabin ma tahay degadaas garacad la sheegaay iyo mid dambas la sheegaay laboradaan waxa dhanba soomaaliya laga xukumaa muqdisho laga xukumaa etoobiya lagama xukumo buntland maanta waxay sameysay haday sii socdaan waxaa la gaaraa berri degada boosaaso degada iyo laboratoriga boosaaso la sheegay waxa dhanba inay baas la saaray kulligood etoobiya ka weyn oo dowlada oo soomaaliya hawadeeda soomaaliga dilaal la joojiyay markay u daayay buntland diyaaradda ma haysan marka imaanaya marka xoolo ka qaadaya u daahay soomaaliya magta dilaal majiso ku kaana walaalaga laakiin dowladda laga barfiir dowladda inay talaabo qaado ay la xisaabtato dadka ii sheeg maxaan ku jiraa adigu soomaali kaashanay maxaa waa fiiri bahalka adiga dhabta maska madaxa maska narka kugu jira iyo maska wadada kuu taagan keebaa khatar badan ma taqaan oo ku dili kara kan faraqa kugu jiraa daran kan faraqa kugu jiraa daran marka waxaan rabaa dowladdu inay ula xisaabtato gacmo adag iyo tallaabooyin cadcad inay ka qaadaso wax loo baahanya maaha welise maka ma aragtay ama noqoto muuse ama noqoto deni ama noqoto qolo kale oo diidane maamulada gobolada gobol si ay tahay ula xisaabtata ma jiraa madaxweynuhuse laftiisu ma yahay nin laftiisu aana looga baran amaba aan lahayn kambasati uu kula xisaabto meelna iskaga saaro nimankan qowlaysatada ee soomaali diidka marob iyo cadow soomaali la safan ayagoo ii soomaaliyeenaya ii maarata ii sheegaaxmedow wax walba soomaaliya qabiila lagu qaybsada qabiilay ku dhisan tahay tuulo kasta qabiilay ku dhisan tahay meel kasta aa aragta qabiilkaas marka haddii ninkii xun la qaba taga dilila reer hebelaanna reer hebelaanna maanta marka dhibaatada dhan oo soomaaliya ka tegan waxa waa reer hebelaanna wax kale dhib kale ka jira ma jiraan qof walbana waxay rabtaa inay tayada lahaato tanna ay kula cunto marka soddon santankan waa soo jeesteen waa la soo wada jeeda hadday soomaalinimo rabaan daarood welkamalena ogaadeen waa daarood anaga waa nagu filanya asaa nala joogo asaa ra-iisal wasaarno ah intau xasan sheekh dhacaayna asaa joogaayo laakiin dadkan kaloo qalqali waxba ay barteen mariixaana loo dhiiba waa qalqaliha ama jarteen asaa loo dhiibi jira ogta xamed waxa sultaan siyaasada soomaaliya waa loo dhiibi jira tiye waaye majartan tiye laayi ilaa hadda waxay u bukaan u baahan yihiin ay u qeylihayan waxa waaye kursiga ra-iisal wasaaraha anaga hana la siiye waay dan shaksi oo dani wato waay ama majarteen ay wadaan heshiis ay ku yihiin daarood kaleentood inuusan meesha ka soo bixin inaan la arkin warfiiri dagaalaa la gagalay qoladaana soomaaliya la dagaalaysa magaadi maxay ahayn oo masaakiinta ahayn ssi qoladaas dagaalka markay galayan macnaha dhaawacooda iyo waxoodana marka lasoo qaa muqdisho la keenaya muqdisho lagu daaweynaya soomaalinima diyaar loo ahay wax dagaal oo colada maa jirta war soomaali waa soomaali manta dawa toogaan ma adaba lasla wada dilaa lakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay buntland waxay u baahan tahay kaliya iyada nin majeerteen haduu madaxweyne ahaynin ra-iisal wasaare inagay qaataan daarood kale waxuma ogolo soomaalinimamarka ma laga weynin mas-uuliyiin sida dhab a ula xisaabtanta oo hadday gar daran yihiin gartooda meel saara mase moodaas hadda laftooda inays caddeeyeen oo ayba istaageen barti muuse taagan inay istaageen amaba barti muuse cadowgana la safteen weliba iyadoo xaalad xun lagu jiro marka xisaabta ka dowlad u dhiban maxay tahay inay fiirsata ama wax ka raadisaa dastuurka qodobada laga bixiyey qodobo somalilan in soomaaliya markay isfar fadhiistaan lasii tago oo buntland qodobada garowowan garowo duu lagu qoray qodobo ku jiraan a hortaagnaayeen heshiiskaas inay soomaaliya isku timaado dastuurkaas waxaa diidanaya qodobada hadda laga baxsa la yiri a ku jiraan layu yiri marka dhibaatada dhan uu soomaaliya haysato waa buntland buntland marka mardhow waa la sugaa iyadoo lalahay laboorkada diyaarad soo matigi karto degad uma imaan kara xabad shacabkana waa fiican yahay sida badan boqolkiiba sagaashan shacabka waa fiican yahay oo buntland waxa dhan waa siyaasiyiinta may meel walbo soomaali joogto mas-uuliinta waay waxa mas-uuliyiinta yeelaysa ee dad shacabku shacab kasto soomaaliyeed meel kastaa joogaane dad ceeblo maaha waa dad isjecel dad isu dunqanaya dad isku mida waaye dad isku dareena waaye laakiin meesha ka maqan waxay tahay madax habaabinaysa oo siyaasadooda gaarka ku habana maxamed waa kaaga mahadcelina kaaga mahadcelina waqtigaa qaaligaa la qaatay allah kucusisaa bal markaana insha allah bal waxaan isku dayeynaa inaan bal ka qaybgalayaasha mid kamida sina soo qaban insha allah oo qadka aan waxaan rajaynaa bal markaan bal halow salaam halow salaam calow saaxib magacaad halkaa joogto adoo mahadsan halow 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 waa ka xumaay waa is maqli weynay waxaan rajaynaa bal ka qaybgalaha kale insha allah
waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay fahmaan horta muhiimadda siyaasigu leeyahay siyaasadu siyaasigu wuxuu leeyahay meesha wax ka arkaa haddii dantisa ku jirin inta badan Soomaalnimo iyo Islaamnimo iyo dal iyo dad iyo madax xeer ama la siyaasigu wuxuu qiimo ku leeyahay inuu dal iyo dad xeero marka ayan darada dadkeena Soomaaliga barat ay kamid tahay dib hawla balinaay dib hawla عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته صاحب كسر سومال ودنتي ما حسن ما عبد عبد ما عبد حسن رمضان مبارك رمضان مبارك وعبد رمضان مر نعيد سوقنا ان شاء الله منو دهر الى عمر عفان نو غارسيو عبد حسن كسر دو عاوه رمتي من سياسي ورمتي مارت ايش اقويها انا تاي عاوه حارده ماشي تاغنت ودرتا ان ارنتو بل مخي كلو موقتا ادو ما حسن arinta waa square one magaratay kubada marka la ciyaarayo back to square one oo ka gool ka wado moqta haye en waxaan moodaynaa inaan soo dhaafnay meesha hadda la taagay inaan bari hore soo dhaafnay baan moodayay dad badan baa waxa isla hayaan horumar baa la gaaray en heerka waa la soo dhaafay en xilli la wada hadlo oo dood wax lagu xaliyo oo Soomaalidu ay albaabada dibadda iska soo xidhaya la gaaray dadka saasi u haysteen magarad sax nasiib darro laakiin hadda waxaan ku noqonay 2004-2003 xilligii ma garanaysa wadan ajaaniba macnaha danihiisa uu Soomaaliya ka fursan jiray ma garanaysa umadba meel beteg jiray magarad aan marka dadka arta inaga Soomaalida mid ina fahamna fiican dadka qaarna ku adag tahay aniga waxaan ahaa dadkii ana qaaday 1977 markii dagaalada socdeen magaran waa garta ilaa hadda Itoobiya Soomaaliya sidan u dulaysatay waa yaabanahay aniga laad hadda waa yaabanahay waxaan hadda hadaad ogaato ragii ciidamada Soomaalida han jiray ragii 77 78 82 joogay waxa way adduun kale joogaan soo moogid ha waa sax laakiin maal dhawaan waxaan maqlay nin xabsi laga soo daayay Itoobiya lagu iloobay oo la yiri Soomaaliya marka loo sheegay yiraah xabsiga ayaa lagu celshay markuu maqlay Itoobiya hadda ka soo marka hey marka aan horta xaaladaan marna waa taa arintan hadda maanta dhacday waxa la mid tahay qoliyahan dawladdu horta guriga albaabada ka shajibisay deynada dab ugu qabtay magarad waxaan saa u leeyahay dadka waxaa jira qofka bini'aadmiga ama sidiisaba ama waxma waddanka kale waa qof oo kale uu inuu ogaado ma garanaysaa boolosigiisu waa inay tahay xaggee baad ku liidataa dadkaagu xaggee ka liitaan xaggee ku xoog badan tahay sida dadkan loo mideeya ma garata waxaad moodaa waddanka ilaa iyo dhowr sano dheeraad laba sano iyo dheeraad siyaasad arrimo dibadeed iyo siyaasad arrimo gudo iyo siyaasad ammaan oo hadda la raaci karo midna ma lahayn magarad sax siyaasada arrimaha dibadda waxay keentay in ilaa hadda dowladda Soomaalida fahmi leedahay aniga ma garanayo miyay fahmi weyday may siyaal yeelaysaa ilaa hadda waxa dowladda Soomaalida fahmi leedahay Itoobiya hadii aad raacdo erayada ay tiri sida ay u dhaqantay ficilada ay samaysay ma aqoonsana dowlad Soomaaliya la yiraahdo oo bariga ka xigta magarad sax xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ah ee aad sababa taala waa taa marka waxa weeye yaa la rabaa marka inay go'aan gaaraan go'aankan wuxuu saameynayaa dadka qarannimadoodii iyo dadnimadoodii iyo territorial integrity-goodii iyo diintoodii iyo jiritaanka Soomaaliya waddan UN-ta ku jira weeye lixdan isku darboqa lixdan toddobaatan sanaan meelahaas ay independent state ay African state ay waddamada post-colonial fold ama garab hal waddan oo la yiraahdo Itoobiya yaa wuxuu diidan yahay macnaha officially ma odhanayaan way ogyahay legally ma odhan karaan laakiin ficilkoodu waxa weeye wax Soomaali state la yiraahdo ma jirto haddii la fiiriyo weeye ma garab marka arrinta hadda dhacday waa taa waxay ku soo biyo shubanaysaa inaan waddan u nugul qalaasahanahay way ognahay inaan waddan ammaankiisu ciidamo ajaaniba joogaan way ognahay
معناها أرنتي هذا السميني برلمان كرسوش كدستور كيف حنلقى لي and مركي لقى لي ميا أبونين إلا هذا وردي موجود عندنا ورمحا إن إيمان كرا وردنتي إنه حقيقة كشفتها ورم معنا إلا 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 الدرسية هذه موقتة صح مركا and ماذا حنا ميل الصلاح ميل أوسر ماذا حنا ميل الصلاح ماذا بأوسر ريال المغرب aniga aan waliga cid Ethiopia aad ma taageerin haddana ma taageersani cadawga koowaad Soomaali aan warka waxaan aaminsanahay qori caarada Ethiopia xal aan lahayn malaha qofal bar uu ogyahay aan laakiin su'aash waxa ay tahay isweydiinaya ma laga baaqsan kare ha ma ogeyn in arintu dhacayso ha macnaha waa ka baaqsan kare aan macnaha dawladdu garow ma joogto waa ognahay هرجيسة ما شوكت واقنعي قدر ما شوكت واقنعي معناها هذا الحدود هذا أدوه قعنت كوهين معناها ودماء جاني بس وقلي ماشان وحوي ومكافيلين ثيوري ودنا ودنا مارسوا مركا إن برلمان كي برا أصدح بغلا قفا إن دولة دي برا مينستر كي مدحوينه ما واحد لجرم واي وحيد هذا ورميشن هذا أرنت هذا نسوي المحاين جاي ما نكره أنت هم اللي جروه وأنا حقيقة اللي شو شغل موت أنت أسلم بجرين كروين هدي اللي جرين كروين هو بولس فيلير رود كوردن بقى فيلير ما قرط and معناها and قفل بقى and تاريخ ذا وقرميسا أرنت هو اللي جبق سنكري أنا قال لك واحد غبا problem kan inu albaab kan furmo ma ahayn loomana baahnaayn furitaankiisana wuxuu ka yimid arrimaha baarlamaanka sameeyay waxaana xaqiiqa oo muuqata hal qof oo baarlamaanka ku jira oo Soomaaliya daneeyada ka shaqeeyay wajiga Abdul halkaas taagan oo kaad halkaas taagan oo baarlamaanka waa koor ayaa budlaan markasto ay dhacdo waxa dhici jirtay ama hadda balabteeda lagu joogay oo looga in dawladda maroba isku jimeen jirtay ayadoo markasta aad moodahay in aan taladeed hadaan lagu socon dalku taladiisa taladtiisa uu san ku socon karin marka budlaan waxay sugeysay ayay jaanis bay u noqotay ee dastuurkan waxay tahay wax lagu xoganaayo mid labaad reer budlaan waa ka tirbadeen halin waa ka badeen reer budlaan waxa leedahay waxay ku riyaqsiin in dani aad adigu Soomaaliyeen tu tago Soomaali asigoo xaalad ka dana u laha ka way dartid in aad u la safto ayaa reer budlaan ku qancsiin asle umalayn maayo mid ka dad Soomaali wax la weydiiyo ma jiro Soomaalidu waa umada kaliya ee talada wadankeeda ka qan ma garad ama Puntland ha joogo ama Hargeysa ha joogo ama Xamar ha joogo bravo sax qof Soomaali oo talo la weydiiyo ma jiro maanta hadii la weydiin lahaa umma waxay oran lahayd anaga nimanka ma rano oran laakiin Soomaali waxa cidmo weydiisay waad ogtahay marka aniga waxaan waa arin si sax ah kuma lihi waayo kaan ka dhigay waxaan rabaa hadda dawladdu talaabada ay qaaday waxay qaaday talaabada ay qaaday ayu Ethiopia ganacsiga jooga diyaaradada joogan ciidamada joogan maslahay arinta ay qaaday waxa leedahay qaabka u qaaday ayuu hadda la ogyahay in laba sadahdaba laakiin qaab kale kaga haboona majirka taas leeda oo qaabka hadda u dhaqan taray ayuu taas u xiyalan in aad dan tirado fiiris haye aw gartay fiiri wadan aan jiritaanka gaba ogolayn inta khatir ka badan miyaa jirtaa ma khatir ka badan ma jirtaa ku sheegay wasiirka safiirkoodu wuxuu kugu yiri dadku waa walaalaba xuduuduhu waa bisbadeenaan bar wadamadana waa yimaadaan waana tagaan Soomaaliya dawlad kama jirto bas kuma halayn karo Ethiopia wadan weyn taas talaabada laga qaadi weeyday taas talaabada laga qaadi weeyday marka waxaan ka wadaa nin baan rabaa inaan ku xusuusiyo hal shay ka rabaa inaan ku xusuusiyo nin oran jiray hadda uu dhintaanay Ali Isbagovic dhowr sano ka shaqeeyay mar nin Ali Isbagovic amarkii Bosnia dagaal ka socday sax oo magaalada Sarajevo la hareereeyay oo Bosnia ma aan Serbian ku madaafiic iyo taangiyo iyo BM la dhacayaan ba nin Ingiriis oo halkan ka tagay oo macnaha dhexdhexaadin loogu jiray ma aqaan
لورد كلاهن ميا لورنس ريمس دي أوين لورد أوين وحنا عاصم والله ما قاعد مدلع يا أتري وحوتي علي سبوغوفيتش دكتور علي سبوغوفيتش أما الحين يقول يا بوسني هرسكوفينا هذا عقيل علي أو وحوتي قال كتير هاي الله سعدان لبع ياله يال تينيج والله مس صدحه هو حي وطن قل يا ربي بشرت الله ما أرتي خسارة بوليس مركزو نيكان وانين مسيحي انجريسا وانين مسلم كان لعبوها وحيابا هرويو نحا كمي ذا هايد اول با تركي واكياني بوسمينت المسلم كا تركي هلقو عليو مركزو حكيري علي سبقت بحكيري علي يو ايضا كاهر تشي ذا سومو قدينو سيربيان ارمي هاي انتا موقتا هايبوري السلاحة واوغاي مركزو علي حكيري علي سبقت بحكيري أنا قال لابد شوي سميت بان هاي ستاب كوري and لورو اللي ما كانوا يسوا هاي. إن أنا قعد دجال ما يعند إنتو. فهمي سا. هي إن مع إنتان إسديبو الله قبتو أمريكا اللي يجرو. أمريكا وحان دور تبي إن أنا قعد دجال ما يعند إنتو باكستان هايستو. أمريكا وحوي. شكدا دولة الصومالي دو ودو أبيس منطقة سسبشة ذا اسم مسكينين تاعها. een macnaha etiopiaanka macnaha laga leexleexanayo etiopiaanka way cadaysteen pointigood mar hore cadaysteen marka wax hadda la sameeyeen wax macnaha ma sameeyayso intu meel tagay buu xiri siir abaan socdaa aan qaadanaya af buu ku yiri saddex bilood baan laga hadlay ka bacdayna muusa etiopiaanka suuri ii saxax magaratay marka waxa weeye dagaalku hadal buu ka bilowdaa maalinka hadii la iska moosi laha waa sidoo qaxday laakiin hadda tiyoor waa tartaba haddan taaganay hawshan la qabtay jawaab celintan la jawaab celiyay qabyo weyn ma tahay marba ciidanka ganacsiga oo ku yaala waxa macna sameeyna Soomaali waxa macna sameeyna Soomaali okay dadka maanta dadka maamulada u durbaantumay kuwa noocaasna maxaa ku tiraa maxay taariikhda maxay gali doonaan wal taariikhda dawa traitor waa nin wadankiis khiyaamay waa khaymi wey Allah ku cusay saaba kaga macilna adiyan kaga macilna saar ma santa لكن سومالي واحد هو الجريس خائن كسوما بين ما هذا الشيء بين ما هذا الشيء تاسوا وح وعجر قاعين كلب تسام طلع سينا قاعين كلب تسام قيم ويا لنا أدي هذا ما صدق قريبا بينك ما الشيء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحمد واقف السلام وكا قاضي صاحي ما قاعد يلك جوت أديكم ما صن إن شاء الله برنامج كروج مركز وقور دير او كينيا جوغا كينيا قور دير برنامج ولا سوتعاو هروغل ان شاء الله ادي والله يو شعب كمقدشو يا شعب كبدلان يا طمان شعب كصوماليات وح دباطه او كدخاي ما جيرو لا صح حصل فيق لمن تلو باش او كسلو جيلو دني نمنا تلو بس وكسو جيلو وحن شعب قطع يارا وسياسيين تال صلي أيه هاد مركي ويري أبي أحمد كوكود بي بزمان كوكود بي صوماليا يلوك هايان عن عيدا كان يتابر يهجيز أنجل جلينا صح إنو حسن شيخ كاهد ليه marka maanta oo laba qonsuliyadood Hargeysa iyo Gadhab joogan banka eriya wax qiimo ay keenaysaa mar waqt midka hadda u jooga asaga ee diyaaradda maamulka bajaajka keenaysa Ethiopia Airlines inuu ka bilaabay ahayd hawsha waqt marka shacabkii un baa la sii kala durdinayaa mooye ya ninkaan jani la dhahay haddaan annaga nahay jamaahiir nabad iyo nolol waxaan ku qeylinayn wardaniyow ka leexa farmaajo inda adeegu sameeyey farmaajiyo riday xasan shiiqo ugu shubay hadda xasan shiiq asagaa soo saartay
هذا إسلاجال أيام we don't care نبدأ كله بالرنتين وكم بحاي هذا فيك بالرنتين وكم بحاي صح إنكان دني الله بالرنتين الله كم بحاي وانين حنا أقصد وحول بوصة من سنة يا نبدأ كله دولنا مصينين إثيوبيا ذكرنا مصينين حليل بولصو ياسي أنا قاعد دان صومارنا هاي مجعلين إثيوبيا يقومستير يعضلات حول يقول لي لكن حصل شيء محاول يورك ورد كل ميالي الوارن هرقيسة مركي إيه شيء نلبان سينيا يتكلم سينيا قنزلكو الواسقين هاي إثيوبيان كمو هرلين حصل شيء محل ديك رامرك محل ديك محل كاسي رالك كان سرالك محل مرك محل ماشي سكع بريسا ليش أتاك عبيرة يا بكوس قنصل قيمة مرة نتك فيلا صومالي نحفر يو عالم كإثيوبيانكا يكامرينكو قد قل كاس ماشي لك إريا جاردن هاي إريا إذا مرة كجوغة دلك إذا مرة كجوغة دلك أو إثيوبيا إلا سو أمسو محنقضان مالا ديه كرا إن لقب بدلو هالك إجوغان إن معناها القصة ما يودك لقب حيصور قلمتها لقيتو عيدا كاس تبقبالي ما أنت أبي أحمد عيدن كصوماليا كأرك أو كحوق بلن تبرقوا هاي مال إثيوبيان مركا الدنيا وحوكات يا قلبو كات يا كرباسي ما دام وزيرك أرناها الدبادة وزيرك أرناها أمنيقا انت وحصل شيء اقترعوا هاي أولو مرين كربير إنو أدن ليا ما دام وقصة سابح الدبانو إلا يولو بغل إثيو صدّن أيوه حجي لي نقول بتجاك إلى سينا جاي هذا عديك سوكوبة عديك سوكوبة دولة دم حلق جدبون دولة دم حلق جدبون هذا أطيه له وحصل جدبون مسوي جدي كذا دولة دم حلق جدبون هنا إسمار إسكوس أروريس أو أي هل متجوز إكتا أو ودك اللي وذلي هاي هذي وقدمه أما الدستور كي وح كبدري إلا لو بقول يكنتم كدوادو مركا دستور كا دني مواحو لا دني سكار هنو عرض مثلا دستور ذات سو عرض لا وعادو قول صفت مايا مايا كرباسي كتاي دني إلا هدي وهم باسنتاي وهم باسنتاي قولو سبرادا آدي هم باسنتاي ساعي مقع ذير كي جفت أدو باس هلو ساعي مقع هو عبد القادر وكعلى صلى الله ستيت كمان الشورة عبد القادر برنامج كولا صلى طوما لنا آه هاي هروق البرنامج عبد القادر اللي هو ورطور إثيوبيا هنا ما عرفت سفي على الله عريه ما شاء الله ورطور حاسس الشيخ محمود واقف مع سيني ما قدرت واقف لكن من بدأ هنا صدى ثلاثة من السكوت يدنا هيك اللي بينا متاعنا وعليه نكي وعو كتبت طلابة عن هذا وينين وطابتي أيضا اللي هيلكر الديارة أيضا الحيرو جراسي اللي جوجي الديارة هودا أديك سيل جوجي أيضا اللي هيلكر إذا ما ضد كوجير لقى صار ماش أقول سيسو طاب طبعا ليكره واللي هو ورطار وحال اللي رمته خانة وأنا إلى الدكوس مرويا سمت عن سحال الله فيري الله بدل إن عملش وحي الله الله فيري ما قرت ما أنت تول الديارة إثيوبيا بروس كذا وح إنه جوجير فائدة إلى أنت مجرت ما قرت وقرت because دلك أنا because ديارة لها بدل هاس كلمة هو ده إن أديكسة إلا عشان بقول الظلمات دي الظلمات كبدن أديكسة ما فهمت ووأوقع لكن حي كوجت على ديها هو ده حدث في أكتر ديارة ضدنا واحد توي مو تاريخ معنا إلى الدكوسر هو ده إلى البلاش كم صعدانة العيا كم صعدانة هو ده والعقب على يده هذاي معنا إلى الدكوسر مرويا هاي بحال غير هذا قصارة غير لقمت اللي أدي وحناق وأول بنا مارت إلى الدكوسر مرويا إيش يقول شست لقمت قعدت مكتاي الساوح قدرين يسون على فيريا ماشي قصارة إذا ذي هذه اللي تطلب بها يعني مكت مركا أو واحد كلها بود غادرو مراك أنت كقعد أبوك كقعد كل ماي أوك ديارة أنت مراك كقعد استريك مكشوف هو جيني يسون يتابع إيرلينا وقلت مرو ما أسكوش أنا مسبين واقف شعب غادي هذا ثلاثة وفي عن هل قال فائدة يسون ثلاثة وفي عن وصل هذا يدور دو إيه تاب ثلاثة سقاد اللو باين أنا أوجد يسون طلبات ذكر رأسن توبي أحرر كلاس مثلاً محايدا إلى أنت لا والله غادا هذا مصر أرطور طلابات واقف الله وطي مدرعاز الشيخ محمود إثيوبيا وحضر طالب علينا الدكوس مرايا هاي
ayada waxaa u daray Ethiopia macla ilaa uu ku sameeyay shaqo Soomaaliya oo ay aragtay inay gilgilaneysaa ma garatay taas aad dhigteeda gilgilashada markay aragto Ethiopia macla ilaa uu ku sameeyay way istaanaysaa ma garatay waana waana gulasheena sameeyneysa macnaha hadda talaabada uu qaado waa ku saxsan yahay dadkan nimankaana Ethiopia uu ku sameeyay go'aantoorayaasha oo isku maleeyeen inay ma aragtay madax yihiin lama aragtay madaxweyne yihiin lama aragtay macla ilaa uu kula gacan bir xilow ku qabto madan xasan sheekh oo dadkaas loo doortay ma garatay لكن مدحوينه لفتي سوء مبو دائنو سكن باستك مدحوينه لهين وعادر كيس الدستور كوغانتي كسي حي انه قاميال او سحي ايين وكا مدحوينه قبل يضو انه يين هو قاميال حدانا اسلمالي كوحو تقينو لها مدحوينه احمد غرغور او بييره مدحوينه مردي كرا مدحوينه وحا او سحيوها دينا بينيه ولي لاتش مقعي لما بدل الاول يا سابتكو والا سمايه مربا دي جيسكي لما المريي مدحويني سحي وحاو دي منحيين مشي كثا waa raan kashay waxa u dhiman waxa u dhiman waxa u dhiman waxa ay yihiin qortar inuu xiliyo ordiga magarad xiliyo inuu dago oo ilaa dukul sabar ay ciidamada haddii taa ayaga ku aftirsan ma aratay inay dukul ay la magaciisa gareeyo oo ay dawladda dhex u hoos imaadaan toos magarad booliska iyo ilaa dukul sabar ay iyo firefighterradooda iyo waxaas ay ka sameeystaan ayaga magarad laakiin inta kale ma aratay inay dukul sabar ay dawladda dhex lagala xisaabtamay oo mushaarkeeda ayada soo arkay soo diraysa magarad markii loo sameeyay ilaa dukul sabar ay booliska sadra markii loo sameeyo markii loo sameeyay ilaa dukul sabar ay ishaad security la geeyo macalaha lisada meesha la geeyo ilaa dukul sabar waxaas oo dhan markii aad aragtay dukul sabar isku dabarido markaas aad dhig kasta la xisaabtamay karaamada taariikhiga ku taagay magarad laakiin hadda yartaan waxa yaalo waxa way hordhigay Soomaalida waa inay faahfaahdo qabiil qabiil macalaha aqal ma waa inay faanta Soomaalida ilaa dukul sabar oo yahay dawlad dhexe wax aamo ma jirto dawlad dhexe wax aamo ma jirto maanta toolana ma aragtay okay taagno marka dawlad dalkaas uu ka taagno maamul goboleed ka saciidino kale maamudan yahay madan qiyaamo qaran uu sameeyay ka cadahay oo loog yahay inuu Ethiopia la safto cad Soomaalida maxaa dawladda kusoo maxay dawladda waajib talaabo inay ka qaadato ku haboon ilaa maamulo kala laftooda dariiq asmaar doonee talaabo sabab ka qaadi karta talaabo si loo baahin laga qaado maamudan talaabin laga qaado waa umulan yahay ilaa dukul sabar oo yahay xanuun oo talaabo nooc ah laga qaado haddii otor haddii tan asagii baa magciisa mugta am I gonna do this so haddii tan asagii baa wuxuu asagii baa gacan ku gabad jooda ma garato mimma qaysa haddii asagii gacan ku gabad joogo ilaa dukul sabar oo yahay asagii baa hadda wuxuu u baahan yahay ina ma aratay ilaa dukul sabar oo isha dadkiisii maanta toole boqolkiiba xotoor ilaa dukul sabar isha todobaadkan waa ka soo horjeedaan ma garatay marka ilaa dukul sabar oo yahay haddii boqolkiiba todobaadkan ka soo horjeedaan ma aratay boqolkiiba todobaadkan haddii ka soo horjeedaan ma aratay ilaa dukul sabar oo yahay waxaa loo baahan yahay shacabka gilgilasho looga baahan yahay ilaa waxaa la yiraahdaa Soomaali waxa ku maamulaa ma taqaan farkiligeed qol ma dhaqdo ma garan ninka madaxweynaha waa yahay madaxweynuhu awoodda uu leeyahay kamastiga uu leeyahay wuxuu sameyn karaa in maamulkaasi dhaqaale ahaan ka saaro inuu adeegi bulsho adeegi ay dawladda federaalka ay ka fulin jirtay meeshaas ay joojiso culeysa siyaasadeed uu saaro gaadiidka ganacsiga waxyaabihi asiga fursada u lahaa laga joojiyo dacwo lagu soo ogo waxyaaba badan fursadooyin badan ayaa jiri kara oo ka banaan marba ninka duu sameeyay wax qiyaamo qaran oo qiyaamo qaran uba sameeyay asiga keliisna ma aynaa dariiq mas-uuliyiin kara soo martaa jirta oo aan talaabo laga qaadin taasa waxay dhiirigelisay inuu wadana karana uu Ethiopia aado kii shalati Ethiopia aado waa arta muuse talaamiya la qaadin dacwo miya lagu soo ogo waxba lagu ma sameeyin asigan talaabadii uu qaaday mid lamida soo marka dariiq furmay ma aano maamulkooda marba tigi maayaan wani aho dadku wuxuu isku hayaa dadkiisi aad u kala baqayaan ma garatay dadkiisi u kala baqayaan buu maanta toola gacanta ku hayaa ma garatay dadkaasi ilaahdu ku isu salaalay isu soo dhaweeyay u baahan yahay ma garatay ragaan maanta toola waxay ugu xiniyay qaraacanayaan oo ay iskugu walwalayaan oo ilaahdu ku samaroonayay ishay ay maanta toola nin walba ma aratay intuu markuu arkay damiigsa meesha ka dhex waayo inuu cararo ama Ethiopia aado ama Masar aado ama Balaay aado ama Fadjiir aado ma aragtay waxa uu keenay waxa way ma taqaana ilaahay ku samaro yahay shacabkii oo maanta toola gacanta aan lagu hayn waxa maanta toola isku haystana shacabku ma garanayo aad iyo aad ma soo tabaan wax soo tabaan aad ka macna qadir wa ka macna saaxiib aan tu'ad fiina u soo dhigay daay ka yoob ka yee aan tu'ad
حسينا وصوت فيه دائم كيوه بكيه بهولا بنراي بهولا بنراي بهولا بنراي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان لينا حبيب كذي وعن عظم يلوبة دونيك جوته والسلام عليكم ورحمة الله يا 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 الله يا